بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف السن الإعدادي، معكم مستر طه الغيطي من قناة ذاكر لي حساب وماس. هنكمل بقية الحالة التمرين بإذن الله. يا رب تكونوا انتوا فاهمين الحصة اللي فاتت وذاكرتوها كويس. تعالوا كده إن شاء الله نبتدي كده ناخد الاختياري ولينا. إذا كان طبعا إحنا كنا قلنا إن مساحة المتوازي بتقول القاعدة في الارتفاع، صح ولا لأ؟ ما تنساش. إذا كان طول القاعدة أيوه بسبعة، والارتفاع المناظر يعني الارتفاع بتاعه باربعه، فان المساحه يعني عايز المساحه. لما يجي لك سؤال زي ده في الامتحان، معظم الطلبه يقول لك ايه اسم مساحه، يعني عايز القاعده في الارتفاع يبقى 7 في 4 ب 28 وخلاص الموضوع. لا، ما دام عود نفسك انك تحل اجابه نموذجيه، يبقى مساحه اقول له كده مساحه المتوازي يا مستر يعني هي ناقصه هم. ناقصه هم، اقول القاعده في الارتفاع كده، والقاعدة بكام؟ هو قال لي هنا بسبعة، في الارتفاع بأربعة، الأربعة بسبعة ب 28 سنتيمتر مربع، يعني على أس 2 كده عشان ده المساحة. خلاص؟ حتى لو أكمل واختياري؟ حتى أكمل واختياري؟ عود نفسك كده تحل إجابة نموذجية. إذا كانت مساحة المتوازي ب 35 والارتفاع بخمسة، فإن طول القاعدة؟ كده عايز القاعدة، يبقى القاعدة أقول له القاعدة بتساوي المساحة على الإيه؟ الارتفاع. والمساحه بكام؟ انت حافظ القانون مش حافظ؟ طب هتقول انا مش حافظه، طب تعال هتكتب كده، اقول له المساحه القانون الاول العادي يعني القاعده، بس مش هنكتب بقى القاعده بقى والحاجات دي بقى عيب بقى، اقول له القاعده في الايه؟ في الارتفاع. ده القانون، ده المساحه، هو عايز هنا الارتفاع، اقول له كده الارتفاع اهوت ماشي، اقول له الارتفاع عايز الارتفاع عايز يبقى المساحه على القاعده، المساحه على الايه؟ القاعدة. والمساحة بكام؟ 35 على القاعدة بكام؟ بخمسة، يبقى بتديني ايه؟ 7 سنتي. طيب إذا كانت مساحة المتوازي ب 50 وطول القاعدة ب 10، فإن الارتفاع، وهكذا بقى كل المسائل دي. طيب تعالى بقى المسألة ديت، بقول لي هنا إذا كان طول ضلعين متجاورين في متوازي الأضلاع، ضلعين متجاورين يعني ضلعين جنب بعض، يعني إزاي؟ مش برضو مش فاهم، فهمني كده يا مستر والنبي، معلش أصل أنا فاهم تقيل. أنت عندك كده متوازي أهوت تمام، ضلعين متجاورين يعني ده وده، بكام؟ بخمسة، بخمسة، بتمانية وعشرة، بتمانية وعشرة. طب مين التمانية ومين العشرة؟ أنا معرفش، ركز بقى معايا بقى. ما هو بيقول لك ضلعين متجاورين، إحنا كنا قلنا الحصة اللي فاتت إن ده اسمها القاعدة الكبرى، القاعدة الكبرى ودي القاعدة الصغيرة، يبقى مين اللي ده ب 10 وده بكام؟ ب 8. دي بقى أنا عايزك تفهم الحتة دي، يبقى ضلعين متجاورين يعني ضلعين جنب بعض كده، طبعا دي القاعدة الكبرى ودي الإيه؟ القاعدة الصغرى. قال لي فإن والارتفاع الأكبر ب 5 سم، عايز المساحة. المساحة بتقول القاعدة في الارتفاع، طب انا هاخد انهي قاعدة وانهي ارتفاع؟ ركز معايا بقى والنبي ركز. أهم حاجة عندي الارتفاع، قال هنا الارتفاع الأكبر. الارتفاع الأكبر، يبقى أنا هجيب له قاعدة صغيرة. يعني من هنا القاعدة الصغيرة اللي هي الـ8؟ طب والـ10 ملهاش أي لازمة. يعني جايبها لك عشان يوقعك. يبقى الارتفاع الأكبر، اللي هيحدد لي كلمة الارتفاع الأكبر، يبقى هاخد القاعدة الصغيرة اللي هي الـ8. 8 في 5 وال5 في 8 بكام؟ ب 40. فهمت؟ فهمت. جاي بقى عدلها لك، قال لك اذا كان قال بقى جيم ده متوازي اضلاع فيه، قال بقى ب 5 وبقى جيم ب 10، ضلعين جنب بعض يعني، وارتفاعه بالصغير ب 4، عايز ترسمها ارسمها. فانا الارتفاع الاكبر، بقول لك الارتفاع الاصغر، عايز فين الارتفاع الاكبر؟ ركز معايا، هو قال الارتفاع الصغير ب 4، الارتفاع الصغير بكام؟ ب 4. طب تعالى نرسمها كده، ا ب ج د اهوت. عندك هنا اللي قلب باء ب 5 والباء ج ب 10، وقال لك الارتفاع الصغير، الارتفاع الصغير هو مين؟ ده ولا ده؟ يبقى عند الارتفاع عند القاعده الكبيره، الارتفاع الصغير عند القاعده الكبيره هو ده، اللي هو ده مثلا كده بكام؟ قلب ب 4، قال بيساوي كام؟ عايز الارتفاع الاكبر بقى اللي هو ده، عايز الارتفاع الاكبر، اكتبهم. القاعده في الارتفاع بيساوي القاعدة في الارتفاع، وهساويهم ببعض، لأن مساحة ده بيساوي مساحة ده. أو القاعدة 1 في عين 1 بيساوي قاعدة 2 في عين 2، خلاص عشان نميزهم. يبقى ده هيتضرب في ده عشان دول تبع بعض. يبقى الأربعة في 10 هتساويها دي بسي، عشان هو عايزها في بخمسة. ما أنا هضرب دي في دي وبرضه هضرب دي في دي. وصلت يا حبيب قلبي؟ وصلت يا مستر. يبقى أنا هضرب دي في دي ودي في دي. المجهول هنا، يبقى أنا أروح الجهة التانية، أضرب ده في ده على ده. اضرب ده في ده 4 في 10 ماشي على الخمسه، مش في 5 على الخمسه، يبقى 40 على 5 فكام؟ فال 8 سم. بس خلاص
وتوازي أضلاع مساحته بكذا، وطول قاعدته يساوي ضعف ارتفاعه، فإن الارتفاع بيساوي كذا. قال لك طول قاعدته بيساوي ضعف ارتفاعه. طب أنا ما أعرفش. هنعمل إيه؟ قال لك إن القاعدة أكبر من الارتفاع بمرتين، دي معنى الكلام. أنت معايا؟ هقول له كده، نفرض أن القاعدة، هو بيقول لي هي كبيرة باتنين، ضعف يعني اتنين، وحط فرض بسي، يعني انا ما اعرفش الرقم بكام، فعشان كده بنحط الرقم ده بسي، والارتفاع هيبقى بكام؟ بسي. الارتفاع هيبقى بكام؟ بسي بس. وطبعا قال لي هنا المساحه، المساحه بيساوي الايه؟ القاعده في الارتفاع، يبقى ده يتضرب في ده واساويهم بال50. يبقى المساحه بتقول القاعده في الارتفاع اللي هم دول في بعض واساويهم بال50. 2 س في س بيساوي كام؟ 50. 2 في 1 هنا ب2، والس في س بس تربيع، وساواه بالكام؟ بال50. الس هنا قدامها 2، هقسم على ال2، دي تروح مع دي، يتفضل لي س تربيع، و50 على ال2 فال 25. طب هنا انا عايز قيمه الس، هقول له باخذ الجذر التربيعي، يعني جذر التربيع ال 25 بكام؟ ب5. س بتساوي موجب او سالب 5، موجب او سالب ايه؟ 5. هاخد الس بيساوي 5. ليه؟ السالب 5 دي مش موجوده في الهندسه، الهندسه ما بتتعاملش مع السوالب، الهندسه ما بتتعاملش مع الايه؟ مع السوالب. يبقى س قيمه الس بكام؟ ب5. هو عايز الارتفاع، الارتفاع اللي هو بس ب5. طب اقول لك انا عايز القاعده، القاعده 2 س، يعني الاثنين مضروبه في الس اللي هي ب5، 2 في 5 ب10، ده القاعده. يبقى انا فرضت ان القاعده، بيقول لي القاعده ضعف الارتفاع، يعني قد الارتفاع مرتين، القاعده ب2 س والارتفاع بس، ضربتهم في بعض وساويتهم بالايه؟ بال50 اللي هو المساحه. 2 في 1 ب2، والس في س بس تربيع، وقسمت بساويتها بال50، اقسم على اللي قدام الس، قدام الس ده لو قدامها ايه؟ 14 15، هقسم على 14 للطرفين طبعا. قسمت على 2 فطلع لي س تربيع، ما تنساش الس تربيع، لان انت ممكن تكتب لي س ب25. طبعا مستعجل بقى تروح تاخد ال 25 وتحسب لك غلط. واخدت الجذر وتفضل لي كام؟ 5. بقول لي هنا قلب بقى ج د متوازي الاضلاع تبع، تعالى هنا بقى اسئله برهان، ركز معايا. بقول لي دي بزاويه القائمه عمودي، ودي ب 8، ودي ب 150، ودي ب 12، وعاوز مساحه قلب بقى ج د. قلب بقى ج د ده متوازي، عايز مساحه المتوازي ا ب ج د. طيب تعالى بقى ايه، عشان تجيب مساحه المتوازي بينك وبين نفسك كده قبل ما تبدا تحل. مساحه المتوازي علشان يجي، مساحه المتوازي عشان يجي، يبقى القاعده في الايه؟ في الارتفاع. القاعده في الايه؟ في الارتفاع. طب تمام، فين القاعده؟ اهي او اهي، والارتفاع ممكن ارسمه كده. تمام ولا مش تمام؟ تمام. والارتفاع الاحمر ده قد اللي قصده ده، بس ده مش عندي، يبقى اجيبه. طب هجيبه ازاي؟ هقول لك تجيبه ازاي. يبقى انت مشكلتك دلوقتي القاعده عندك، بس المشكله في الايه؟ في الارتفاع، صح ولا لا؟ ادى القاعده بس مشكلتك في الايه؟ في الارتفاع، وانت ما عندكش الارتفاع، بس اللي انت رسمته ده هو انت رسمته من عندك انت، بيساوي ده، بيساوي ده، يعني ده كانه الارتفاع، ده الف هاء ده كانه الارتفاع، لان ده قد ده، لانه مستطيل اصلا، لانه كان في الاصل مستطيل. يبقى الالف هاء قد الدال دي. طب انا هطلع الالف هاء دي ازاي؟ تعالى بقى نمشي بقى بالايه؟ بالخطوات. هنا بيقول لك يا حبيب قلب الالف باء ب8، ماشي سلمنا. قال لك ان الهاء باء الهاء تنتمي لجيم باء. يعني ايه؟ استفاد ايه؟ ايه؟ تستفاد كتير. الهاء تنتمي لجيم باء، وانا هبدا الحل من هنا. الهاء بتنتمي لجيم باء، يعني الهاء والباء والجيم على استقامه واحده، يعني بتساوي 180 درجه قياسه ومستقيمه. هقول له كده، بما ان الهاء تنتمي لجيم باء، اذا الهاء والباء والجيم على استقامه واحده. اقول له اذا قياس زاويه هاء باء جيم بتساوي 180 درجة. يبقى أول ما يجي يقول لك تنتمي، أهي أهي أهي
اهي كل ده معناه ان هي على استقامه واحده بتساوي كام درجه؟ 180 درجه. خلاص؟ خلاص. يبقى انت كده خدت المعطى الاولاني واستفدت بيه، استفدت. خش 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 على المعطى الثاني. لا ده لسه ما خلصتش، اسف. ليه؟ لما الهاء والباء والجيم ده بتساوي 180 درجه، طب انا عايز اجيب الزاويه دي. هقول له بما ان قياس زاويه الف باء جيم بتساوي 150 درجه، اذا قياس زاويه الف باء هاء اللي هي دي اللي هي الحمراء دي، هقول 180 اشيل منهم الايه؟ ال 150 بتساوي كام درجه؟ 30 درجه. يبقى اذا دي يا حبيب قلبي بكام؟ ب 30 درجه. مسحتها اهو. بكام؟ قلنا ب 30 درجة. ب 30 درجة. يبقى 150 دي بكام يا حبيب قلبي؟ دي ب 30 زي ما قلنا. طيب وقال لي بقى ان الالف هي عمودي على الجيم باء، عمودي يعني دي ب 90. استفاد ايه؟ عندك زاويه ب 90 وعندك زاويه ب 30 زي ما خدنا في الترم الاول، يبقى الضلع المقابل للزاويه 30 اللي هي الالف هاء بيساوي نص الوتر اللي هو الالف باء. يبقى الضلع المقابل بيساوي نص الايه؟ الوتر. الضلع المقابل بيساوي نص الايه؟ الوتر. الضلع المقابل بكام؟ بيساوي نص الوتر. الوتر هنا 8 سم، يبقى الالف هاء دي بكام؟ ب 4 سم. يبقى انا هقول له كده بما ان الالف هاء اللي هي دي عمودي على الجيم باء، إذا قياس زاوية هاء بيساوي 90 درجة. وبما أن قياس زاوية أ ب هاء بتساوي 30 درجة، إذا الضلع المقابل يساوي نص الإيه؟ الوتر. يبقى إذا الأ ب بيساوي الأ هاء بتساوي كام سنتي؟ 4 سنتي. يبقى انا كده طلعت الارتفاع بكام؟ ب 4 سم. اقول له اذا مساحه المتوازي بقى، طلع مساحه المتوازي بقى. قاعده في الارتفاع، مساحه المتوازي، القاعده في الارتفاع، وقلنا القاعده بقى الارتفاع ب 4، في القاعده اللي هي بكام؟ ب 12 ب 48 سنتيمتر ايه؟ مربع. يبقى ديت في الايه؟ في الارتفاع بتاعها. يبقى انا مشيت مع الخطوات او المعطيات حته بحته. حته بحته، البدايه قال انهاء تنتمي لجيم باء، يبقى اذا على استقامه واحده بتساوي 180 درجه، وطلعت الزاويه دي. طب كويس. المسائل اللي بعديها وركز بقى. هنا بيقول لي في المعطيات ان الالف باء جيم دال ده متوازي اضلاع، تعالى كده في شويه كده. ركز بقى عشان ده اكتر مسائل اللي بتيجي. وقال لك كده متوازي اضلاع والهاء تنتمي للالف دال والدال تنتمي لايه؟ للالف الف دال. اثبت ان مساحه المثلث الاخضر ده بيساوي مساحه المثلث الاخضر ده. ركز معايا بقى في اللي هقول لك ده. ده بدايه الشغل بقى. ماشي؟ ماشي. هتقول هنا يا حبيب قلبي لو جيت تلاحظ هتلاقي المثلث الاخضر ده جاي من المتوازي الاضلاع. متوازي الاضلاع مين؟ اللي هو الف، ركز معايا بقى، الف باء جيم دال. هكبره لك كده، اكبر لك الحته الحكايه اهوت، اللي هو الالف باء ده المتوازي الاولاني. ده المتوازي الثاني اللي هو مين؟ ركز معايا بقى، اللي هو المثلث الثاني جاي من ده. انت ملاحظ الازرق والاحمر الاثنين موجودين فين؟ مشتركين فين؟ الاثنين مشتركين في القاعده ان هي اللي هي الباء جي، مش الالف ده، لا الباء جي. هتلاقي الاثنين الاحمر والازرق عند نفس القاعده باء جيم دي. يبقى انا اقول له كده بما ان المتوازي اضلاع الف باء وتقراهم مشتركان عند نفس القاعده اللي هي الباء جيم، ومحصوران بين مستقيمين متوازيين اللي هو الالف واو والايه والباء جيم تاني. يبقى انت عرفت القاعدة ماشية ازاي؟ تاني هلونهم. ادي الاحمر ده اهو،
ده المتوازي الاولاني. المتوازي التاني اللي هو مين؟ ده لو كنت لاحظت هتلاقي الاثنين متكررين فين عند الباء جيم. يبقى انا اقول له كده بما ان في المتوازيين في المتوازي الاضلاع بما ان في المتوازي الاضلاع الف باء جيم دال و متوازي الاضلاع اللي هو التاني مين؟ واو هاء باء جيم او هاء باء جيم واو هاء باء جيم واو مشتركان عند على فكره هي نفس الكلام في كل مساله عند نفس القاعده. القاعده من باء تحدد باء جيم ومحصوران بين مستقيمين مستقيمين متوازيين مستقيمين متوازيين اللي هم مين؟ اللي هم الالف دال والباء جيم او الالف هاء الواو والباء جيم والباء جيم. اقول له اذا مساحه لما تيجي تثبت بقى ان هم مشتركين عند نفس القاعده ومحصورين بين مستقيمين متوازيين يبقى الاثنين مساحتهم بتساوي بعض. اقول له اذا مساحه المتوازي ده بيساوي مساحه المتوازي التاني. يبقى مساحه المتوازي ده ايه؟ بتساوي مساحه المتوازي ده. طيب وبعدين؟ احنا بقى هنقول بحذف. بحذف مين؟ بحذف المنطقه دي. دي نشيلها من الاثنين بحذف هاء باء جيم دال هاء باء جيم دال من المتوازي ده والمتوازي ده هينتج ان مساحه المثلث ده بيساوي مساحه المثلث ده. يبقى انا اقول له كده بحذف هاء باء جيم دال الشكل هاء باء جيم دال من الطرفين من الاثنين. اذا مساحه المثلث ألف باء هاء يساوي مساحة المثلث ده الجيم واو. طب تعالى دي الشكل ده برضه نفس الكلام. بقول لك اثبت إن مساحة الشكل الأصفر بيساوي مساحة الشكل الأخضر. نفس الكلام. نفس الكلام إيه؟ هنقول نفس برضه الموضوع برضه. هنقول طبعًا هنا عندك ده وشكل ده مستطيل وده ألف هاء بيوازي ده الواو. الألف هاء بيوازي مين؟ الدال واو. تمام. متوازي الأضلاع. طبعًا قال لك هنا إيه؟ بقول لك اثبت إن مساحة الشكل الاصفر بيساوي مساحه الشكل الاصفر الاخضر. قال لي بقى جيم ده المستطيل خلاص كده مسلم به. بقول لك هنا الف هاء بيوازي ده الواو. هقول له بما ان الف هاء بيوازي ده الواو هنا في الشكل ده هستفاد ايه؟ خلاص بما ان الف هاء بيوازي ده الواو ركز معايا بما ان الف هاء بيوازي ده الواو وبما ان الهاء تنتمي الهاء تنتمي لباء جيم والواو تنتمي الواو تنتمي لباء جيم. ركز معايا تاني اقولها تاني بما ان الالف هاء بيوازي الدال واو اذا الشكل الف هاء واو دال ماله؟ متوازي اضلاع. متوازي اضلاع. يبقى انا هقول له ايه بقى؟ بما ان الالف باء جيم دال الف باء جيم دال مستطيل والشكل الف هاء واو دال متوازي اضلاع مشتركان عند نفس القاعده اللي هي الالف دال مشتركان عند نفس القاعده اللي هي الالف دال خلاص وبما ان الالف هاء يوازي الدال واو ده بيوازي ده طبعا معطى هو اللي قايله لي يبقى اذا مساحه المستطيل هيساوي مساحه المتوازي اللي هو الالف هاء واو ده. تاني بما ان الشكل او بما ان الف باء جيم ده المستطيل و متوازي الاضلاع الف هاء واو ده مشتركين عند نفس القاعده اللي هي الالف دال هذا المستطيل اهوت وده المتوازي الاضلاع وبما ان الالف هاء بيوازي الدال واو اذا مساحه ده المستطيل يساوي مساحه المين المتوازي. هنا بقى هقول له بقى ايه؟ بحذف. هقول له ايه؟ بحذف ايه؟ الشكل الف ميم دال من الطرفين. هحذف الالف ميم دال ده من الطرفين. ينتج ان مساحه الشكل ده بيساوي مساحه الايه؟ الشكل ده. خلاص. اربع سطور بالظبط. طبعا. طيب قال هنا في المساله على الدور
هنا برضو نفس الكلام، بيقول لي في ده في توازي، وبيقول ان السين ده الهاء صاد ده مستطيل، سين ده الهاء صاد ده كله على بعضه ايه مستطيل، وطبعا في توازي اللي هو الالف دال بيوازي مين الباء هاء. طب تمام، هستفاد ايه؟ طبعا هقول له بما ان المستطيل سين دال هاء صاد، بما ان المستطيل سين دال هاء صاد ومتوازي الاضلاع الف دال هاء باء مالهم يشتركان في القاعده او عند نفس القاعده. ركز تاني، ركز تاني يا حبيبي. يبقى بما ان تراك تاني، بما ان المستطيل س د ه ص ومتوازي الاضلاع ا د ه ب مالهم مشتركان عند القاعده د ه. خلاص. وبما ان الالف باء بيوازي الدال هاء، ده بيوازي ده، او الالف باء بيوازي الدال هاء، او اقول الالف صاد بقى، اقول بما ان الالف صاد بيوازي الدال هاء، ما عشان ده كله ده هو ده، بما ان الالف صاد يوازي الدال هاء محصورين بين المستقيمين المتوازيين الالف صاد والدال هاء، اذا مساحة المستطيل يساوي مساحة متوازي الايه الاضلاع. تاني، بما ان المستطيل س د ه ص ومتوازي الاضلاع ا د ه ب مشتركان عند القاعده لا د ه، وبما ان طبعا لازم يكون في توازي، الالف ص يوازي د ه، اذا مساحه المستطيل يساوي مساحه مين المتوازي. طب هو عايز اصلا مساحه الشكل ا ب ه ده، ا ب ه ده، ا ب ه ده الدول ايه اللي هو المتوازي. قال لا، ايه، ما هو الاثنين بيساوي بعض. يبقى انت لو جبت مساحه المستطيل كانك جبت مساحه المتوازي، يبقى تجيب مساحه المستطيل. اقول له بما ان مساحه المستطيل بيساوي الطول في العرض، الطول بكام والعرض بكام؟ ادي ال 12 في ايه؟ في 24، بيساوي كام يا حبيبي؟ تقريبا 288 سنتيمتر ايه مربع. يبقى مساحه المتوازي اللي هو الطلبه ده يا ولاد بكام؟ ب 288. قال لك هنا اذا كان الالف دال، تعالى نمسح كل ده كده، بقول هنا اذا كان الالف دال ب 30، فين الالف دال؟ دي قاعده ايه؟ في المتوازي اللي هو الاخضر. اوجد طول العمود النازل من باء على الف د، من باء على الف د كده، مش كده عشان المفروض ينزل عمودي كده. ده بقى قال لك دي ب 30، عايز ده، عايز العمود النازل من باء على الايه الالف د مثلا هنا، واو، عايز طول ده، والطول ده عباره عن ايه؟ ده قاعده ولا ارتفاع؟ ارتفاع. يبقى الارتفاع بيساوي المساحه على الايه القاعده. طب انت عندك المساحه، المساحه اللي احنا لسه مطلعها 288 على القاعده بكام؟ ب 30، هتطلع لي 9.6 سنتيمتر. هنستكفي بالقدر ده، واشوفك على خير باذن الله الحصه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.